لأنه حتى الآن ما زال بلا منشأة يلعب عليها ويستضيف فيها منافسي. عيد السعدي رصد لنا الأجواء والصعوبات وخرج بهذا التقرير، نتابع. من هنا صعد أبها للمحترفين دون احتراف على مستوى المقر والمنشأة، مشاكل ومصاعب تواجه الفريق. أبها صعد بإمكانيات محدودة ونافس ليبقى في الظل للسنة الثانية. برنامج صدى الملاعب وكما عودكم دائما تواجد في مدينة أبها لرصد هذه الآراء وهذه الصورة. نادي أبها من الأندية اللي موفر لها الآن منشأة، المنشأة الآن شغالين فيها كلهم حوالي 7-8 سنوات مع انتهت الآن. الآن قاعدين نستعين بأستاذ الأمير مدينة الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية، نستعين فيها في مرافقها. ما عندنا منشأة والكل يعلم، عندنا ملاعب رديف نستخدمه، اللاعبين ما موفر لهم أي شيء من يعني المراوش، من غرف تغيير الملابس، أشياء كثيرة ما هي متوفر لهم. لكن إن شاء الله مع الوقت إن شاء الله يعني واثقين ان الامور ان شاء الله مع الوقت ان المنشاه بتفتح ان شاء الله. تكلمنا عن الموضوع هذا تو سنتين واحنا نتكلم على نفس الوضع اللي احنا فيه، اداره النادي واداره المنشاه مش مقصره، قاعده تفوفر لنا في الملعب هذا اللي احنا متواجدين فيه الوقت الحاضر، قاعدين يحاولوا يجتهدوا بالظروف اللي موجوده، لكن ديما فما نقص بالنسبه لنادي ابها من ناحيه كما تشوف انت تو وقت تجيب اجنبي صرف عليه ملايين تجيبه تحت الحيط يغير في 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 لبسه باش يدخل للتمارين، تلقاه جالس في المطر وفي الهواء، وكنت جيت هنا لقيته الدنيا بارده وشفته ما ثماش حتى حاجه باش تجلس فيها، حتى الدكه انت باش تجلس فيها تتخبى على المطر تتخبى على الهواء ما فماش. المشكلة وزارة الرياضة متعاونة مع وزارة الرياضة تحاول أنها تنهي المنشأة، لكن المنشأة في المشكلة في المقاول ما انتهى مع في المنشأة وما سلمها الوزارة، الوزارة حريصة أنها تهيئ أو تنهي هذه المنشأة، وكانت زيارة سمو وزير الرياضة قبل حوالي 1.5 شهر من الآن وشاف المنشأة وحث الشركة المقاول بصفة عامة أنه ينهي من المنشأة بأسرع وقت، وموعودين في أول شهر يناير 2021 نستلم المنشأة إن شاء الله. رديف ملعب ما لسوش ناخذ احنا طول الإدارة قلت لك نتاع المنشأة مش مقصرين مع إدارة نادي أبها، حاولوا يجتهدوا، حاولوا يعطونا الصالة باش نعمل فيها اجتماع، نحاولوا الملعب هذا قاعدين نوفروا فيه للجروب اللي تاع الفريق الأول، لأنه لو يدخل فيه فريق ثاني ممكن الملعب ما عادش تلقى وين تتمرن. هذه الظروف الوقت الحاضر مش مقصرين عاطينا، لكن ديما فما اشكاليه. انا كمدرب الاجتماع نتاعي مع الستاف باش نحضروا التمارين نتاعنا كل يوم عندي اجتماع نعمل فيه في البيت لانه ما عندناش مكتب باش نجتمع. ان شاء الله المنشاه نتاع ابها تكون في اقرب الوقت تكون حاضره، ونكونوا احنا كيما النوادي الكل، تكون عندنا منشاه وتكون عندنا ملاعب وتكون عندنا مكاتب وتكون عندنا اكاديميه وتكون عندنا اداره ونجلس وتكون عندنا مكاتب كيما النوادي الكل ان شاء الله.